تقوم مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع برنامج فاليو بتدريب طلاب الجامعات على المهارات الأساسية للتواصل الفعال بجانب الزيارات الميدانية لقرى حياة كريمة. برنامج فاليو هو برنامج تدريبي مدته 5 أيام يتم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويسهم في تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية. بهدف الاستثمار في بناء الإنسان المصري وخاصة الشباب، تستمر مؤسسة حياة كريمة في تنظيم برنامج فاليو بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في دفعة 11 ليستمر على مدار 5 أيام، وذلك لتدريب طلاب الجامعات على بعض الموضوعات والمهارات الأساسية والحياتية، وعلى رأسها مهارات التواصل الفعال والذكاء الاصطناعي. نستقبل أكثر من أو حوالي 400 طالب من طلاب الجامعات والمحافظات المختلفة. استقبلنا 11 دفعة بأكثر من 25 مجموعة من مجموعات الطلابية على مدار 3 أشهر الماضية، ومستمرين في المرحلة الأولى لنهاية ديسمبر. الطالب بيكون يعني مسؤوليتنا كاملة من ساعة ما يعني من قبل حتى ما يجي من محافظته، بنكون منسقين معاه كل حاجة، يعني منسقين معاه إقامته، التدريب، أيام التدريب. بينزلوا على أرض الواقع، يبتدوا يحتكوا بالمواطنين ويحتكوا بالأرض والناس، فده بيعلمهم مهارات كتيرة عشان يقدروا بعد كده يتعاملوا مع الأرض الواقعية. ما يقرب من 400 طالب يتلقوا تدريبات برنامج فاليو من أكثر من 12 جامعة، وما يزيد على 14 محافظة مختلفة، حيث تستمر التدريبات على مدار 3 أيام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. تتضمن تدريبات وورش عمل ويومين للزيارات الميدانية لمواقع وقرى حياة كريمة وأماكن سياحية وعسكرية. التدريب هنا يعني هيبقى مفيد جداً، وهيفيدني في حياتي وهيديني اكسبيرينس اكتر. فرصه عظيمه، واحنا بنكتسب فيها خبره علميه واكاديميه من ناس لهم خبره في الدراسه، وفيهم اصلا يعني الاكاديميه كلها شباب. علمتنا ازاي نعرف ننزل الشارع ونتعامل مع الاشخاص ونشوف المشاكل نقدر نحل فيها. كانت دايما مشروع جميل انها اتعلم. عجبني التواصل والمدربين والطرق والحاجات بتاعتهم، عجبتني خالص، وكانت تجربه فرحت بيها واستفدت منها. موفر لنا كل حاجه، وكل حاجه باسلوب متميز، والمتطوعين واللي رشحونا للتدريب ده كلهم وقفوا معانا، محدش سابنا خطوه بخطوه. كل ذلك وما زالت مؤسسة حياة كريمة تستمر في إطلاق الدورات التدريبية المختلفة لرفع الوعي لدى الشباب المتطوعين في كافة أنحاء الجمهورية، وفقاً لاستراتيجية الدولة لخلق حياة كريمة لجميع الأهالي الأولى بالرعاية.